والعين الثاني على الشباك لنادي ستراسبورغ. داني ألفيس يسدد مرة جانبية، أول إنذار بقدم برازيلية. داني ألفيس يسدد بهذه الطريقة، لكن مرت بمحادثة القائمة الأيمن اليمنية على القادمة مع هؤلاء المميزين. هذه راسية، جول 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 أول ستراسبورغ، أفضلية لأصحاب الدار مشاهدينا الكرام. وكأنه الكرة الفرنسية الممتاز، بينما لدينا كرة، فرصة كما ترى يا مبابي كاد ان يفعل هنا بلمسه بالكعب، لمسه جميله جدا، لكن رده فعل من حارس المرمى. بالفعل اباكار، شوف تمريره بينيه مره اخرى، هذه فرصه قائمه، هذه كره جول. لا يا دراكسلير، شوف الاعاده مره اخرى، دراكسلير يتقدم يتوغل من على الصوره، نيمار يرفع كره على الشارع، نيمار وانخيلو، فاجانا انخيل دي ماريا، فاجانا اللاعب الارجنتيني انخيل دي ماريا. شوف الاعاده انخيل دي ماريا، فرصه جول مره جانبيه، تمريره من ارو من نيمار. شوف نيمار فتح المجال لانخيل دي ماريا، حاول رفع الكرة على باكاري كما، وانطلاقة، فرصة أخرى يا دي ماريا غير معقول، شوف باستوري حضرها له، باستوري مررها، انطلاقة من نيمار، ادريان رابيو ينجح كيليان مبابي، أخيرا يسجل الغزال كيليان مبابي. مراوغة ممتازة غير مقبول، كرة تضيع، هدف ثاني كان في المتناول لنادي باريس سان جيرمان، ولكن القائم الأيمن يحرم نادي ستراسبورغ الصمود، بينما لدينا كرة وفرصة، فرصة يا باستوري دون مقدمات نادي باريس سان جيرمان، يؤدي عن طريق الأرجنتيني باستوري بعد التردد هنا أمام الغزال. يهرب الغزال، ينطلق الغزال، مبابي بعيدة تماما، يا مبابي كان وحده، لم يكن لديه خيارات، تلعب على الجهة اليسرى، نيمار في وضعية للتسديدة، مرة تعالية نيمار، ثاني تسديدة لنيمار في المباراة، ثاني تسديدة من خارج منطقة الجزاء للاعب نيمار جونيور. كافاني ربما يكون الحال، بينما انطلاقة وفرصة، من تسديدتك يا باوكن، باغتهم باوكن، فاجأ، ولكن الوقت لازال مبكر، هذه فرصة مرة جانبية، كيليان مبابي غير محدود، أول ردة فعل بعد هدف العراق، شوف العبور، إمكانية لتسديدة، يبحثون عن هدف، خلاص